عندما السيد رئيس الاتحاد، السادة الزملاء، السادة أعضاء مجلس نقابة مصر، محامين مصر الموقرين، في الحقيقة عندما انحرف اتحاد محامين العرب عن وجهته الأساسية، كان الدور الكبير للأمناء على القومية العربية وحرصهم على وحدة الوطن العربي، وعلى رأسهم وعلى رأسهم سعادة النقيب سامي عاشور، فضلا عن باقي السادة الزملاء، لأنه عندما نادت سوريا ونحن نعلم هذا الجرح النازف في جسد الوطن العربي، سوريا اليوم تدفع ضريبة الوطن العربي بل الأمة العربية، وتعلمنا منذ السابق بأن سوريا هي قلب العروبة النابض، وعندما اعتل هذا القلب بفعل المؤامرات المستمرة عليها، وجدنا بأن جيران الجمهورية العربية السورية من الأردن إلى فلسطين إلى لبنان حتى إلى الإقليم الجنوبي، تداعيات هذا المرض أصابنا جميعا. ونحن نقول عندما وقف الجيش العربي السوري في وجه المؤامرة، عندما ادعوا في بداية الأحداث في سوريا بأنها ثورة، قلنا لهم بأن هذه مؤامرة، وكما يحصل اليوم في لبنان. إن السكوت، سأتطرق إلى ما يحصل في بلدي حتى أطمئن زملائي بأن الشارع اللبناني يعي ما يحصل. في البداية عندما نزل المتظاهرون، إنما دفعهم الجوع ودفعهم الفساد ودفعتهم السرقة والمسؤولون الفاسدون. عندها قرر الشعب اللبناني أن يضع حد لكل هذه الفوضى، وعليه حتى لا أخلط الأمور في بعضها، لأنه عندما نكون أمام نزيف نسعى جميعا إلى إيقاف هذا النزيف. تداعينا اليوم، ومشكور كل فرد منكم من لبى هذه الدعوة نصرة لقضايا أمته العربية. إن هذا العدوان الغاشم وهذه الأطماع الأردوغانية التركية ليس فقط بأراضي الجمهورية العربية السورية، بل أطمعه في كل أرزاق الوطن العربي وثروات الوطن العربي. اليوم لابد وأن نخرج بقرارات ومقررات وتوصيات تمكننا من الاستفادة من اجتماعنا هذا، حتى ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، وحتى يكون لاتحادنا الكريم دورا في الريادة. سعادة الرئيس، حتى أبدأ بالاقتراحات العملية ولنستفيد من الوقت، بداية أقترح رفع دعوى أمام محاكم الدولية، سندا أمام محكمة جنائية الدولية على الرئيس التركي بارتكابه لجرائم حرب، ونظرا لمخالفته للمواثيق والأعراف الدولية باحتلال دولة لها سيادة ولها استقلال ولها إمكانياتها ومعاقب عليها وفقا للقوانين الدولية، كذلك يتبنى اتحاد محامين العرب بالتوجه إلى المحاكم الدولية وملاحقة المجرم الأردوغاني ومن معه من حكومته الذين استباحوا الدم العربي السوري. وحتى يعلم القاسي والداني بأن الأرض العربية هي ملك العرب، وهي بحرص كل مواطن عربي. وبعد أن نتقدم بهذه الدعاوى وباسم اتحاد المحامين العرب
ومتابعتها فعليا وليس مجرد خطابات. أن نتوجه إلى جامعة الدول العربية وبسحب السفراء إن كانت العروبة لازالت تعنيها، وإن كانت سوريا التي لازالت تدفع الضريبة تعنيهم، فيجب علينا حثهم بسحب سفرائهم من السلطنة العثمانية الأردوغانية. هذا فضلا سيادة الرئيس، أنه لمن دواعي استغرابنا أن يلتئم اجتماع اتحاد محامين العرب بدورة طارئة واستثنائية بدون أمينه العام، ونحن نعلم بأننا اجتمعنا ب 13 أكتوبر واتفقنا على هذه الدعوة، وليكن الأمر واضح أمام الزملاء الأعضاء بأننا حضرنا اجتماع وتكلفنا أنا والأستاذ هدى والأستاذ لميا بمتابعة الدعوة، ونتوجه بالشكر إلى نقابة مصر ممثلة بأعضاء المجلس وبنقيبها بمتابعة الدعوة، أي أن الدعوة وجهت أصولا. فعليه عندما يتقاعس أمين عام اتحاد محامين العرب عن تلبية أهم وأبرز القضايا العربية ونحن كلنا يعلم متزرعا بالمادة 12، فأنا أرد عليه وأقول بأنه بكافة التساتير ونحن معشر المحامين نعلم بأنه يوجد نظرية الظروف القاهرة، وعندما يتعرض بلد ما لاحتلال تعطل الدساتير وتعطل القوانين ويعمل بحالة الطوارئ. إذن نحن أولى في اتحاد محامين العرب، ونحن الذي رفعنا راية الحق والعروبة وألزمنا أنفسنا بالدفاع عن قضايا أمتنا، فكان لابد لنا أن نكون حيث يجب أن نكون. فعليه لا يجب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، يجب أن يحاسب كل فرد من أعضاء هذه المنظومة على موقفه. إذا كنت لم تلبي نداء غزو واحتلال على قطر شقيق من خصم العرب وهي تركيا، فهذه مشكلة. وإذا كان لا يعلم أن يميز بين الظرف القاهر والظرف الطارئ، فالمشكلة أصعب. وحتى لا يضيع وقتنا سدى، أقترح أن تكون أفكار بناءة إلى أن نصل إلى أهدافنا التي اجتمعنا من أجلها. واليوم كما هم أبطال الجيش العربي السوري يدافعون عن التراب سوريا في مواجهة العدوان التركي الغاشم، لابد أن نواكبهم بالكلمة ورفع لوائهم كما هي في سائر الأقطار العربية الجريحة، لأنني على يقين بأن المؤامرة مستمرة، لأنه لو قلبنا النظر لوجدنا كلما خرجت سوريا من أزمة أدخلوها في أخرى، وكأن المستهدف هو القلب. ونحن نعلم بأن الشرايين إذا كانت صلبة لن يستطيعوا من نيل القلب. وهنا أعود سعادة الرئيس إلى لبنان. عندما نزل شعبي وأهل بلدي، عندما لم يعد أحد يستمع إليهم، فما كان أمامهم إلا الشارع، وعبروا عما عبروا عليه، إلا أن إصرار القوى التدميرية والمتربصة بكل الوطن العربي ومن بينهم لبنان. لأنه أحسبتم أن تقولوا آمنا ولا تفتنون، وأنا أقول أحسبتم أن تهزموا الصهاينة في لبنان وتتركون، فنحن ندفع ضريبة هذه المقاومة. فأقول
بأن نعم استغلوا حراك الشارع وحاولوا أن يحرفوه عن أهدافه الحقيقية، ولكن إن شاء الله ستكون القيادات الواعية لهم في المرصاد، وسيحقق هذا الحراك هدفه بالقضاء على الفاسدين وإعادة الأموال اللبنانية المنهوبة من بعض الحكام، وإن شاء الله يعود إلى لبنان إلى لعب دوره الريادي في الوطن العربي. ولكم الشكر سعادة الرئيس.